موجز اقتصادي جديد حول أسعار الذهب والعملات الأجنبية يأتيكم من موقع صدى البلد، أهلا بكم. ونبدأ بأسعار الذهب، حيث سجل سعر الجرام الذهب عيار 24.895 جنيها، بينما سجل عيار 21 الأكثر انتشاراً 783 جنيها. وسجل سعر جرام 18 الأوسط بين أعيرة الذهب 671 جنيها. وسجل سعر الجنيه الذهب 6264 جنيها. ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب. وإلى أسعار العملات، حيث سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنك المركزي 15 جنيها و65 قرشا للشراء و15 جنيها و74 قرشا للبيع، بينما بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه 18 جنيها و45 قرشا للشراء و18 جنيها و57 قرشا للبيع، فيما سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه نحو 21 جنيها و69 قرشا للشراء و21 جنيها و83 قرشا للبيع. واخيرا سجل سعر صرف ريال السعودي مقابل الجنيه 4 جنيهات و17 قرشا للشراء و4 جنيهات و19 قرشا للبيع. نهاية الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.